السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيث، إذا معتبر إن شاء الله خلال أمسية اليوم سيخص الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات الداخلية والهضاب. هناك نشرية خاصة عن كميات جد معتبرة بإمكانها أن تصل لغاية 50 مليمتر، وهذا بداية من ظهيرة اليوم على كل من ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، جيجل، سكيكدا، عنبة الطارف، حتى المرتفعات الداخلية على كل من برج ريج، كذلك ولاية سطيف، ميلا، قسنطينة، قلمة، سوق هراس، أم بواقي، حتى على خنشلة، كذلك على الهضاب العليا الغربية على كل من البيض، كذلك نعامة سعيدة، حتى على الغواط، كذلك الجلفة. إذا كمية الأمطار جد معتبرة وهذا إلى غاية يوم الغد إن شاء الله. إذا تواصل لزخات مطرية إن شاء الله تقريبا على كافة المناطق الشمالية، كما قلت جد معتبرة على الوجه الشرقي على السواحل كذلك المرتفعات الداخلية حتى الهضاب العليا الغربية، وتكون تحت وقع الرعود. الأمطار ستمتد إلى غاية شمال الصحراء ومنطقة الثورة، وأجواء مشمسة على باقي المناطق الصحراوية مع زوابع رملية نشطة على كل من الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب، الجنوب الغربي، كذلك على الجنوب الشرقي. الإشارة فقط، الرياح ستشتد خلال أواخر النهار على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية بإمكانها تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. فيما يخص درجات الحرارة، تبقى فصلية على المناطق الشمالية، تنخفض إلى غاية 19 درجة على تيزي وزو، كذلك الجلفة، الغواط، حتى على تلمسان وكذلك قالمة، 20 درجة على وهران، نفس المقياس على العاصمة، بومرداس، تيبازا، كذلك قسنطينة، حتى على البيض ونعامة، تصل إلى 28 درجة على أقول غردايا، 29 درجة على بشار، 34 درجة على الصحراء الوسطى، على مقياس على أقصى الجنوب مع 37 درجة. أما خلال الليل إن شاء الله درجات الحرارة الدنيا تنخفض لغاية 7 درجات على البيض ونعامة، 9 درجات على الغوات، الجلفة، المسيلة، كذلك 13 درجة على العاصمة تلمسان، كذلك البليدة، تيزي وزو، البويرة، حتى على سطيف، 16 درجة على ولاية غردية، 15 درجة على بشار، 14 درجة على تندوف، 20 درجة على الصحراء الوسطى على مقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال ظاهرة اليوم حتى خلال الليلة المقبلة سيبقى مضطرب، أحيانا هائج على السواحل الوسطى، حتى الرياح ستشتد بإمكانها تصل لغاية 60 كيلومتر في ساعة على الواجهة الغربية، 50 كيلومتر في ساعة على السواحل الوسطى، بينما معتدلة ضمن التيارات غربية شمالية غربية على الواجهة الشرقية تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس على مستوى العاصمة لنهار اليوم سيكون بحول الله في تمام 5:57 دقيقة. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم والسلام عليكم.